آخر يقول: عندنا في أهل الجنوب بعض القرى عادة عندما تهطل الأمطار ونسمع الصواعق وسماع الرعد يقعون أو يقومون بوضع حديدة في باب المنزل لاعتقادا منهم أنها تمنع حدوث إصابتهم بالصواعق، ويعتقدون أيضا أنها تمنع دخول الشياطين في المنزل ما دامت تلك الحديدة موجودة. ما رأي سماعتكم؟ هذا منكر، الواجب تنقى صيحتهم. هذا لا أصل ولا في قصة. سبحان من سبح الرب بحمده يقول لا يكتب مخيلتك، اللهم لا تقتنا بغضبك ولا تلتنا بعذابك، وآخر هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل لا، فإذا سمع ما يسوغ يسوغ العافية.